لما بنقول مقدمات الكلام والشات المحرم والمقابلات واللمسات والتقارب، ما ده ايه؟ ما دي مقدمات. ولا تقربوا، الحاجه الوحيده ربنا، ولا تقربوا الزنا انه كان فاحش. هو ده زنا؟ اه، ابن القيم قايل عليه زنا، زنا مجرد. وانا ادعو كل شاب وكل فتاه يجيب كتاب الداء والدواء، بيتحمل بي دي اف من على النت، يجيب كتاب الداء والدواء ويقرا 198 صفحه، مش كتير. لكن انك تقع تحت طائله ان انا بكلم وبشيت معاويه، شيت معاويه، يحصل اختلاط، اصله في جامعه، اصله في عمل، اصله في اي بدنجان، لا. وتبقى خطوه بخطوه، فلمسه معرفه، لقاء فنظ، ما فيش بقى الكلام ده. ده الدنيا باظت على النت خالص. واللي بيستحي العبد يعمله هو وجها لوجه بيعملوه في الشات. النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا زنى العبد خرج منه الايمان، اذا زنى العبد خرج منه الايمان. مش انا اللي بقول ان ده زنى، ابن القيم اللي قال زنى مجرد. العين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها اللمس، والفرج يصدق كل ذلك او يكذبه. كل ده بدايه الامه وبلوى الامه من الاختلاط. الاختلاط المحرم اللي ملوش دور. انا ما بقولكيش انعزلي، ما بقولكيش ما تعملي، ما بقولكيش قوقعي على نفس، لا. ده انت بسمتك وباسلامك وبحالك وبايمانك وبتقواك انت روحي وخدي المجالات، ولكن بالضوابط الشرعيه. ما جيش اعمل بره الضوابط الشرعيه وبعدين اندم واقول يا ريتني ويا ريت اللي جرى ويا ريت اللي حصل. غلط. اذا زنى العبد خرج منه الايمان فكان على راسه كالظله فاذا اطلع رجع اليه. يورث الفقر اصلا. ضوابط الاختلاط تاني، الخمس حاجات اللي قلتلك عليهم. غض البصر، اللباس الشرعي، عدم الخضوع بالقول، هي هي وها لا، ولا يضربنا بارجل، ما تبقيش لابسه عشان مشت، ولا الكلام ده. والاجابه على قد الطلب في الامور اللي هي المصالح اللي انت محتاجاها، وشكرا على كده. ما فيش حاجه اسمها شد ولا هقابلك، لا 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 لا. اختلاط، حكم اختلاط الرجال بالنساء موافق للشريعه ولا لا؟ موافقته لقواعد الشريعه ولا عدم موافقته لقواعد الشريعه؟ يحرم الاختلاط لو كان في خلوه، لو كان في نظره بشهوه، يحرم. لو كان في تبذل من المراه، عدم احتشام وعدم حياء، عبس له وملمسه للابدان، ده بيلمسه وهي بتلمسه، بنهزر وكف على كف ويلا كذا وانت قاله وضربه هنا ايه ده؟ الاختلاط الحاجة الوحيدة اللي ينفع كان في مصالح أو حاجة مشروع مع القواعد الشرعية زي ما شرحت لك. النبي عليه الصلاة والسلام اكتفى أصلا بموضوع ان لا، انك لما تحصل اختلاط اداب العامة الحجاب وغض البصر والنهي ان ما تطلعش متطيبة، وده لا، ولا زاد على كده؟ زاد على كده. الحاجة اللي اصلا ما يخليش في اختلاط ما بين الرجال والنساء، طالما ما فيش حاجة ملحة للامر، ولو في حاجه يبقى وفق القواعد الشرعيه والخمس نقاط اللي انا قلت لك عليهم. جواب القاطع ان النبي عليه السلام ما عملش كده، حتى الاذن له بالخروج عمل له ضواب. المكان لما يبقى فيه تواجد ما بين مكان رجال ونساء حطوا له، هو المسجد بالله عليك خير بقاع الارض، افضل مكان رايحين الواحد يصلي في المسجد. النبي عليه السلام لما خرج من المسجد مره فلقى اختلاط الرجال، رجال طالعه والنساء طالعه وهيصه، النبي عليه السلام قال ايه؟ استاخرن، قال للنساء استأخر، فإنه ليس لكن أن تحففن الطريق، تحققن الطريق، أذن أنت تمشي في وسط الطريق، عليكن بحفات الطريق. فكانت المرأة تلتصق بالجدار بسوبة، حتى السوب بتاعها بتعلق في الجدار كده من شدة إن هي واخدة جنب، وأنت رايح كده ماشي على اليمين وأنت جاي كده ماشي، عشان مرور والله تنظيم، سبحانك يا رب. دينا دينا كان أصلا النبي عليه الصلاة والسلام خصص باب للنساء. حديث ابن عمر قال لو تركنا هذا الباب للنساء، النبي عليه الصلاه والسلام قال كده، قال نافع، فلم يدخل منه ابن عمر ابدا حتى مات، خلاص بقى باب النساء ما يخشش منه. لكن الوضع اللي احنا فيه، ثالث حاجه برضه النبي عليه الصلاه والسلام قال خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها، وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها، واللي كان في النص بيتحط هنا الصبيان الصغيرين، يبقى فاصل ما بين الاثنين لحد ما اتعمل فاصل في الصلاه. فضل اخر صفوف النساء النووي قال علشان بس البعد وعدم المخالطه مع الرجال، ولا ده يشوف ده ولا ده يعمل ولا يتعلق القلب. ودي النقطه يا بنات اللي بتكلم فيها، انتوا بتتعلقوا لان ايه؟ رهيفين ما شاء الله علينا، ما شاء الله علينا بقى، تشوفي بقى، تشوف حركات ولا تسمع كلام تتعلق.